السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور والإخوان والأخوات إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله على هذا الاجتماع. هذا الاجتماع ولو كان الاجتماع يعني من بعد لكن مهم في هذا الزمن. نحن نعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قبل 14 ألف سنة أو 14 قرن. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن بعيدين كل البعد من العهود الأولى التي كان فيها الإسلام مبني على الصدق والأمانة. ليس الإسلام فقط بل كل الديانات كانت تبني ديانتها على الصدق والأمانة. المشكلة الآن الموجودة حاليا ما بين الجاليات الموجودة وبالذات جالياتنا نحن، ولماذا يعني أصبح السمعات غير جميلة في كثير من الأحيان، لأن الناس نسوا أنه هذه الهجرة لابد أن تكون لهدف عالي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أجمل الأشياء التي يقوم بها الإنسان في حياته أنه يهاجر، والهجرة مشروعة في الدين ومشروعة في الإسلام. الإنسان يهاجر للعلم، يهاجر من الظلم، يهاجر من أجل المعيشة، ولكن هذه لها تبعات كثيرة. ومن أهم التبعات أن الإنسان إذا كان مسلم أو كان رجل دين أو امرأة دين فهو بيكون قدوة للآخرين. بالنسبة لنا إحنا كسودانيين مسلمين يعني عايشين في بريطانيا، أنا كثير أقول للإخوان من يسألوني يعني أهم الأعمال التي تقوم بها ما هي، أنه أنا داعية لكن علي تبعات كثيرة وواجبات أكثر. من أهمها أنه غير المسلم لو قال لي يعني كيف أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتثل لي، ما قدم لي الدعوة بنفسه، فالرد عند كثير من الناس أنه لا، ما هو ترك السنة وترك القرآن. طيب أنا قريت القرآن وقريت كتب الحديث لكن ما مقتنع برضو. فالاقتناع بالنسبة للإنسان الغير مسلم ما كافي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ الحديث أو السيرة النبوية الشريفة، إنما أهم شيء هو العنصر الإنساني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة، وربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال لذلك حينما قال في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آية عظيمة لابد أن نربي نفسنا بأهلنا في مصر وفي السودان بالذات، علمونا أنه أنت لما تخرج من البيت أنت عنوان البيت، أنت أبوك، لو كانت بنت أنت أمك في البيت، لو عملت صحيح كان البيت صحيح ولو عملت خطأ كان البيت خطأ. الآن سبحان الله الناس هاجرت وجاءت إلى بريطانيا وأوروبا وأمريكا وجاءوا ما شاء الله بأسباب مشروعة كثيرة وعاشوا هنا، وجزء كبير منهم ما شاء الله ناجح نجاح جميل وبنوا بيوت وخرجوا أولاد وبنات ما شاء الله، وبعضهم تزوج ولد، لكن بعض أو قلة نسيت أنه هو المثال للأسرة، هو بالنسبة للأسرة الأمل الوحيد في رعاية الأخلاق التي يجب أن تكون. وبالمناسبة في ناس تصر على العبادة، تصر على الصلاة، تصر على الصيام، تضرب أولادها من أجل ذلك، وينسوا بأن الهدف الأساسي من الصلاة والصيام والزكاة والحج هو الأخلاق. الأخلاق ليس أقل من ذلك. إذا صليت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صمت كتب الصيام عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصلاة تبعد الإنسان من كل الأخلاق المذمومة، والصيام يبين للإنسان بأن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو تجنب غير المشروع عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أساسي. إذا ذهبنا إلى أي قرية في مصر أو في السودان نجد أن الأطفال ما شاء الله في الشوارع في المدارس في الميادين بيبنوا حياة على ذلك المنوال. ليه؟ لأنه عارف أنه هو بيمثل أسرته. فالمهاجر عندنا هنا نسى هذا الكلام وأراد أن يعيش في هذه البلد ويبني حياة سريعة كما ذكر الكثير،
أما بالمال أو أنه يأخذ إقامة دائمة أو يأخذ جنسية بالغش والكذب، هذا لا يجوز. أنا ما أتكلم عن الغش يعني في 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 أنه أخذ قروش حرام أو سرق أو قتل، لا، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنك تمثل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مسلما. وأنا أذكر الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتابه إحياء علوم الدين كان يتكلم عن هذه الأشياء في زمن ماضي. من أجمل الأحاديث الذكرة وأنا أقرأها الآن كما كتب هو، ورد في الكتاب الأول في إحياء علوم الدين في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة، من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر، ده كلام خطير. كونك تكون ملعون، أنت الآن أصبحت جزء موافق للعنة إبليس لعنة الله عليه. إبليس لعن لأنه ربنا من قال اسجدوا لآدم فتجد الملائكة، إلا إبليس أبى واستكبر. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تجرنا إلى أن الإنسان هذا ملعون لأنه لم يتبع الحق بل اتبع الهوى. اتباع الهوى جزء من الشرور التي بينها الله في القرآن حينما قال سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فأنا لو جيت بريطانيا وأردت أن أدرس أو أردت أن أعمل أو أردت أن أقيم لكي أعيش في هذه البلاد من الظلم، كيف أدخل في حياة الظلم؟ من هذا الحديث بعض الناس يقول لك يا غش المسلمين كما ذكر أخونا عبد السلام جزاه الله خير يعني غلط، لكن غش غير المسلم خطأ في نهاية الكلام والناس أجمعين. تغش أي إنسان مسلما كان أم فاجرا، مسلما كان أم كافرا، أيا كان، فإنت ملعون عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة سألوا لأنه ما تركوا شيء، قيل: يا رسول الله ما غش أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها. الإنسان يعمل له حاجة ضد الدين ويشجع الناس عليها. بعض الناس فتحوا مكاتب عشان يغشوا بها، والله من الإساءات للإسلام أن الإنسان يصلي في المسجد وفي الصف الأول وسبحان الله أو الهاتف البيت ومع أو يمضي وكلامه أو يقدم لهم أوفيس كما ذكر عبد السلام. أنا كان يجوني في المدرسة ومدرسة إسلامية، من أهم الأشياء عشان نعرف أن التربية ليست في المدرسة فقط إنما في البيت أيضا، فمطلوب من الوالد أن يجيب من المسجد أو الإمام أو الجمعية الإسلامية في حيه أنه إنسان مواظب في فعل الخيرات في حيه، مواظب على صلواته، مواظب على فعل الخير، يمضوها ويختمها ويجيبها. مرات يجوني يقول لي: يا شيخ بابكر يعني أنت ما تمضي لنا بنفسك، كيف أنت تريد أن تعلم ابنك في مدرسة إسلامية يتخرج منها بالأخلاق وفي أول بدايته بالغش؟ أو إنسان طالب في جامعة يعني شاب أو شابة تخرج بفيرس أونر يملأ طلب لوظيفة لما يسألوه أسئلة يغش فيها. أنا حصلت لي مرة سبحان الله، وأنا يعني كمسؤول في المدرسة بعين مدرسين، والمدرس بالنسبة لي قدوة للطلبة ليس في علمه وإنما في أخلاقه. فجلس أحد الشباب وقدم طلبه، وأثناء ما يسألوا في الأسئلة مدير المدرسة وأنا الدايركتر أوف إديوكيشن وبعض المسؤولين وأنا أقرأ في الطلب، في سؤال موضوع أخيرا يعني ما هي أهم الهوايات عندك؟ فكاتب: أهم هواية عندي السفر. فسبحان الله طوالي أنا سألت السؤال، قلت له: يا أخي تحب السفر؟ قالنا: فين سافرت؟ قال: والله أنا سافرت وأحب السفر في الخلاء، سافرت جنوب مصر وشمال السودان ودورت الصحراء. ما عرفني أنا من هناك، دي بلدي وعشت فيها وسافرت من صعيد مصر لحد الخرطوم في السودان، سافرنا ونعرف كل الأماكن. فسألت سؤال، قلت له: يا أخي يعني هل تعرف في هذه المنطقة كذا وكذا؟ والله انصب عرقا، بقى يعرق وخاف
المدير تضي ضربني تحت بالجزمة يقول لي خفف عليه شوية. فقلت له يا أخي بعد ما انتهينا، قلت له يا أخي هل سافرت؟ قل لي الحق. قال لي لا والله. كيف أنت تريد أن تدرس عندي طلبة أعمار ما بين 4 سنوات ل 16 سنة نتمنى أنه يتخرجوا ليس بس بالكفاءة العلمية الأكاديمية إنما الكفاءة الخلقية، لأننا ممثلين للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل تتخيلوا أن هذا الشاب بدأ يدمع؟ وقلت له أنا شخصيا أشعر بأنك أنت يعني قدمت شيء لا يجوز، ولو أنا أخذتك أكون كذبت، ليس لنفسي وإنما على الله، لأنه أنا أمين على هؤلاء الأولاد كلكم راع، كيف أجيبك تدرس الأطفال دين وهم بعدين يعرفوا أنك أنت إنسان بدغش؟ كيف يعني أتمنى في يوم من الأيام أجدك يعني ما شاء الله مجاهد، لكن في نفسي أنك أنت حتغش الأطفال، حتساعدهم في غش الامتحانات. فهذا الكلام لابد من أخذه بطريقة جدية. الدكتور سألني من الحلول. الحلول إذا ما نظرنا لها نظرة الجد لا نصل إليها. الحل ليس من المجتمع إنما من الفرد. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يوم يأتينا فردا، الإنسان يقف أمام الله يوم القيامة بنفسه، ما مزول عن أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا جدك ولا زوجتك ولا أولادك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنا يجب على الوالد أو الوالدة العايشة في بريطانيا أو في أي دولة كإنسان يعني مهاجر أنه هو مسؤول أمام الله إذا بنى بيت، لأن البيت ليس الطوب والطين، البيت ليس الفيلا ولا البيت ولا الفلات، البيت هو الأسرة. الله يقول في القرآن واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، معنى الكلام ده أنه بيتك يستقبل الضيفان، بيتك يكرم الجيعان، بيتك يسقي العطشان، بيتك يقدم الخدمة للجيران ولكل إنسان. بيتك هو كل شيء، بأخلاقك بكرمك بجودك. الكلام طويل في هذا الموضوع، لكن لنختصر لابد أن الوالد والوالدة يهتم بتربية الأولاد بداية من نفسه. أنا بعرف بعض الناس لما تتصل بالتلفون عليه يرفع السماعة، ولده يقول له يا بابا فلان في التلفون، يقول له نايم، تسمع هو يقول له نايم. كيف هذا الولد بعدين يصدق أمامك أو أم المجتمع؟ كيف أنه هو يكون ممثلك أنت؟ كيف تقول لولدك يا أخي عبي الطلب أوكي هذا وكل الكلام فيه مخشوش؟ كيف تضمن أنه يتربى أنه ما يغش؟ كيف أنه اسمك يكون في الجرائد الصن والديلي ميرر in the front page، أنه these are the highest cheaters in the country in social benefits in housing benefits، وصور مسلمين، أستغفر الله العظيم. فلذلك لابد أن نبني بيوتنا على تربية أولادنا التربية الصحيحة، والتربية الصحيحة تبنى على اثنتان. الأولى الصدق، والصدق ينجي، والثانية الأمانة. من غش ليس منا، كبيرة هذه، ولكن لا إيمان لمن لا أمانة له أكبر. الإنسان ما عنده إيمان معناه هذا في النار، هذا بعيد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لا يؤتمن ليست له مثقال ذرة من إيمان في قلبه، علما بأن الإنسان يوم القيامة الذي يخرج من النار آخر الناس، لأنه دخل النار وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ربنا يعطيه جنة 10 مرات قدر هذه الأرض من رحمته، لأنه عنده مثقال ذرة من الإيمان. لكن الإنسان الذي لا يؤتمن لا إيمان له ولا مثقال ذرة. فيجب على كل والد ووالدة أن يربي الأطفال على الصدق والأمانة، نربي الأطفال على أن بيوتنا هي قبلتنا، نستقبل فيها الناس، فلا بد أن يروا منا ما هو خير. هل فينا واحد يا إخواننا بيطلع من بيته يمشي العمل الصباح حفيان؟ هل فينا واحد بيطلع يلبس قميص بدون بنطلون؟
هل فينا واحد بيمشي عريان؟ كل هذه الأشياء المحسوسة الملموسة ما بنعملها لأنها اجتماعيا غير مقبولة. كيف نقبل أنه أولادنا يطلعوا برا يغشوا يكذبوا؟ الآن بيسأل بعض الناس يقول الأطفال الصغار يعني يموتوا بالسكاكين في الشوارع، نايف كرايم، ليه؟ فلما يسألوني أنا أقول لهم لأنهم شعروا بأن الغنى السريع ولو بالغش أفضل. معظم هذه الجرائم ترتكب لأن الأطفال رأوا أنهم إذا اغتنوا سريعا بدلوا حياتهم أفضل مما هم عليه في بيوتهم. كيف؟ بشراء وبيع المخدرات، بالعمل في الأعمال الفاسدة، في التزوير والسرقة واستخدام الإنترنت اللي هي مفروض تكون يعني أهلة يستفاد منها لفعل الخير كما نعمل نحن الآن، يستخدموها لغش الناس وسرقة أموالهم وخداعهم. والله من أسوأ الأشياء الآن بتكون في البلاد، ما يعني مش بس في بريطانيا، بلاد كثيرة، أن بعض الشباب يأخذوا صور غير مقبولة من البنات ويخوفوهم إذا ما دفعوا لهم فلوس ينشروها. هذا ليس من شيم المسلمين، هذا ليس من أخلاق أي بشر، إنما الأمة والأخلاق كما قال الشاعر، الأمة تعرف بأخلاقها، إذا ما في أخلاق ما في أمة. نحن أمة بنيت على صدق والأمانة، فلا بد الآن أن نرجع إلى هذا وأن نتكلم مع أولادنا بالرفق واللين وأن نبني حياتهم بالأمل، أن الإنسان إذا اجتهد وثابر وعمل يبني حياة أفضل. أنا والله أعرف سودانيين جاءوا إلى هذه البلاد بلا شيء، منهم رجل جاء عندي أول من وصل المطار في جيبه دولارين فقط، جلس ورب أسرته وأخذ إقامات وأخذ جوازات وكمل دراسة الدكتوراه واشتغل أحسن وظيفة وعمل فلوس ورجع السودان والآن عايش في بلاده ملك، ممكن يجي بريطانيا أو يدرس في بريطانيا في أي لحظة إذا كان ويريد ذلك. ليه؟ لأنه بنى حياته باتباع السنة بأنه هو القدوة لأسرته، ما أدهم مجال أن يشوفوا فيه الحاجة الشينة، ما شافوا فيه إلا الخير، ما شافوا فيه إلا الحسنة، لذلك هم عملوا الأعمال الطيبة واستفادوا منها. أنا أختم كلامي بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملكا ينادي كل يوم. الكلام ده مهم جدا لأنه ده أمر مش بهم الحياة المادية اللي عايشينها نحن، ده بهم الحياة بعد الموت. الإنسان بيخاف الفضيحة في الدنيا وبيخاف الفشل في الدنيا وبيخاف أن الناس حيقولوا عني شنو، ما بالك يوم القيامة؟ والقيامة تبتدئ من بعد دفن التراب، الإنسان يموت تبتدئ قيامته. إن لله عز وجل ملك ينادي كل يوم، من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنله شفاعته. اللي بيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما له شفاعة يوم القيامة. الشفاعة هي المنجية للمسلم العاصي مرتكب الكبائر، لكن الإنسان بيبتعد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أولاده في بناء بيته، لأنه أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله يا إخواني وأخواتي أنا لا ألوم الأطفال، درست في بريطانيا في مدارس شتى أكثر من 20 أو 27 سنة، الأطفال أبرياء، الأمر كله مبني علينا نحن ديل، لأنه نحن الغرار عندنا، نحن جينا أنا هاجرت بنفسي، أنا اللي عملت في نفسي أنه أبني لي بيت في بريطانيا، أنا اللي أنا عايش ممكن أرحل أولادي في أي لحظة، ما دمت أنا مصر على البقاء في هذه البلد لابد أن أبني بيتي بالطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، غير ذلك يجب علينا أن نهاجر من هذه البلد. الهجرة كما ذكرت في البداية للعلم، للعمل، أو للبعد من الظلم. بعض الشباب سبحان الله يعني بوظوا الشباب كثيرين أنه هذه دار حرب، هذه دار ظلم، ديل استعمرونا في الماضي الآن يجب أن نفعل كل الحرام ضدهم. هذا لا يجوز، هذا ليس بعلم، نحن هنا موجودين لأننا اخترنا نعيش في بريطانيا، نحن مسؤولين أمام الله بأننا قدوة لأولادنا،
ولأسرنا. نحن يوم القيامة نسأل عما نفعل، أي كلمة تخرج مننا، أي عمل نقوم به مسؤولين عنه نحن، ما مسؤولين عنه أولادنا. فالمسؤولية الكبرى الآن على كل من يستمع أو يسمع الآخرين، أنه يا أخي يا أختي لا تشكو عن الأولاد، إذا الأولاد أخطأوا هذا مننا نحن، إذا الأولاد أصابوا فالحمد لله والشكر له. لا بد من تعليم أن الإسلام ليس بصلاة وصيام فقط، وإنما هي آلات وأدوات لتربية المسلم، التربية الروحية. ما نعلم أولادنا أن الصلاة يعني تربي لنا عضلاتنا، هي رياضة، لا لا، هي رياضة روحية. بعض الشباب يقول لك والله يا أخي ما شاء الله ويكسرسايز إيفري داي، خمس مرات في اليوم نقوم ونقعد، لا لا لا، هذا القيام والقعود ما هو الغرض منه الصحة الجسدية، إنما الغرض منه الصحة الروحية، الاعتصام والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة نحن الآن في شهر عظيم، شهر فرضت فيه الصلاة، شهر رجب، أتمنى أن الناس تفكر في هذا الكلام بجدية، ولا بد أن تعمل معا. أنا يعني بالمناسبة بشعر أنه مشكلتنا الأساسية كأجانب عايشين في البلد دي مشتتين. الاجتماع أفضل، الاجتماع أفضل، لأن التوحيد الغرض منه أن يوحد الناس، يوحد القلوب. فكونوا يكون مثلا سودانيين، مصريين، سعوديين، وتفا كلنا أمة واحدة، إنما أمتكم أمة واحدة. الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت مسلمة أو غير مسلمة. إن كانت مسلمة الحمد لله رب العالمين، أما إن كانت غير مسلمة فهي أمة الدعوة، وواجب الذين يطلبون الدين أن يجدوا من يدعوهم إلى هذا الدين. ونحن إن شاء الله علمنا أو لم نعلم نحن الدعاء. أسأل الله أن يوفقنا لذلك ويسر أمرنا ويفتح لنا الأبواب بإذن الله تعالى، وجزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بابكر، بس في نقطة صغيرة كده كنت عاوزاك تومينشن، يعني نعم، من الحتة الروحية، يعني المسألة تحت التقبل، يعني احنا في علم النفس بنقول التقبل النفسي، التقبل الاختلاف، تقبل الاختلاف اللي هو التباين مثلا في اي شيء بدينا، في للمجتمع، المجتمعات، التداخل، الكلتشر اللي بيجينا، للاشياء. لكن انا حسب انا بقول ليك دايركت تتكلم لنا بريفلي كده، يعني عن التقبل للوضع، الاوضاعنا، للتقبل للانكم، اللو انكم، البي ما اي انسان بيطمح انه يكون غني، مش كده؟ اي نعم. انسان بيطمح انه يكون عايش حياه مرفهه. لكن الحمد لله احنا ممكن نقول جينا من بلادنا، وفي ناس جات عشان الهجره الاقتصاديه، مش كده؟ فحاليا في نعم. التقبل بالاوضاع، الرضا، الرضا ترضى نعم. عن الله، ترضى عن الله. لما انت ترضى عن الله وتحط فيه، معناه انت ذاتك عايش حياه كريمه سعيده بسيطه. ربنا بيوسع لك في رزقك. انا بس بناشد انه توضح لنا النقطه دي، بس يفيدوا معي جدا 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 جدا. ذكرت انت شيء مهم، انه كون الانسان يعني يكون راضي دي درجه عاليه. النفس يا اختي لها جانبين زي العمله، ما يقولوها ان السودانيين طره وكتابه، اوكي. العملة النفسية دي الجانب العالي فيها يرفعك إلى الله عز وجل، والجانب المنخفض فيها يجرك إلى أسفل السافلين. الجانب النفسي الذي يضع الإنسان في مرحلة أنه يخرج عن دائرة الخير مبنية على أن النفس مبنية للشر. ربنا ذكر في القرآن خلق الإنسان ضعيفة، خلق الإنسان على عجل، خلق الإنسان هلوعة، دي كلها نقاط ضعف في نفس الإنسان. فأول ما هو يبدأ به تكون نفسه تأمر بأنه لابد أن يبدل حالته حتى لو كانت بغير الصحيح. والغرض من العلم أن يوضح لك الخير من الشر، الصح من الخطأ، النور من الظلمة. ده الغرض من العلم، والعلم نور. نمرة اثنين، إذا الإنسان قدر يجاهد نفسه وكان في مجتمع طيب أو في صحبة طيبة، يقدر يخرج من دي إلى ما نسميه نحن النفس اللوامة. ذكر ربنا في القرآن أنه الإنسان تدي يلوم نفسه، يعمل الخطأ لكن يكون ما يقدر يعيش مع نفسه، يعترف بخطأه،
يبكي ويجاهد أن يخرج من هذا المنوال. إذا ربنا سبحانه أكرمه يصبح ملهم. أول ما نجي أمام الخطأ يبعد نفسه طوالي. أخوانه أصدقائه ده يعملوا خطأ يقولون أخوانا ما أقدر أنا ماشي. دي مراحل دنيا، لكنها إذا الإنسان قدر يتعامل فيها بالعلم يقدر يخرج من هذه إلى المرحلة العليا الجانب الأعلى. ربنا ذكر ذلك في القرآن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. تبدأ بالطمأنينة. النفس إذا رضيت بحالة تطمئن، وإذا اطمأنت ما في اتجاه إلا أنها ترضى بما جاء به الله سبحانه وتعالى. كيف أن الإنسان يرضى؟ في أشياء بسيطة المسلم مجاهلة. من أهم الأشياء للرضا أن الإنسان لابد أن يحمد الله كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدانا prescription، بعد كل صلاة الإنسان يقول الحمد لله 33 مرة. المسلمين الآن حديث السلامة لهم يطوال يجروا ويحصل المشاكل ونايت، يقول لك يا شيخ عاوز لي حاجة أقرأ شنو أعمل شنو أقرأ أي سور. لا لا، يتبدوك حاجة بسيطة الحمد لله الحمد لله إذا جمعت 33 في 5 صلوات ب165. المسلم ما فاهم ليه 165، ليه 160، ليه 200، ليه 100، ليه 33، ليه ما 30 أو 10. في حكم مخفية عننا، لأنه دي تجارب أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعلم من ربه فيها خير لنا. دي مفاتيح، والعلم كله مبني على هذه المفاتيح. إذا الإنسان أنا متأكد يحمد الله كل يوم 165 مرة، نفسه تتبدل من أنها بس تكون مطمئنة أنها تكون راضية. لو فقيرة راضية، لو عندها راضية، لو جيعانة راضية، لو عطشانة راضية، لو كاسية راضية، لو عارية، كل شيء الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة الإسلام. والله أنا رأيت أفقر الناس في أفقر الدول، سافرت دول كثيرة، أجمل الناس اللي قابلتهم الواحد ما عنده حتى حذاء لكن يقول الحمد لله. ومن أجمل الدول بالمناسبة فيها الكلام ده كثير مصر. أنا تعجبني مصر، أي مصري يقول الحمد لله كثيرة من عند ربنا. الحمد ده هو بيجي الرضا. إحنا عندنا مشكلة في السودانيين، حمدنا قليل. إحنا شعب كان يحمد الله كثير، يشكر الله أكثر، والشكر بالعمل. النقطة يا شيخ بابكر بتاعت في علم النفس بيقولوا لها البليم شيفت، يعني أنا ببرر الأخطاء بتاعتي. يعني أنا عملت مثلا زي القضية بتاعت التزوير الحالية دي، بيجي هو بيبرر إنه أنا محتاج to increase or trace my income، مش كده؟ نعم. أنا لجأت للحاجة دي وما فيها ضرر كبير على مثلا المجتمع، يلا دي بيقولوا لها البليم شيفت، أنت بررتها طوالي الحاجة وأنت ما مفترض تجي تجدمي مثلا. لكن نرجع لها كده من الناحية الدينية. من الناحية الدينية يا أختي الإنسان يرجع لها مرجع بسيط: هل أنت اللي حاولت تصحح حالك المادي بأنك تغش أو تبدل في حاجة كانت معتدلة إلى غير معتدلة، بترضى الكلام ده في نفسك؟ أنا أسأل الشخص اللي بيدور نفسه، هل أنا لو جيتني أنا أوكي وجيتني بدور في حاجة تبعك أنت، هل بترضى أنه أنا أخذ حسابك؟ هل بترضى أنه أنا أسرق من مالك؟ هل بترضى أنه أنا يعني أخذ حاجة من أسرتك؟ لا. يعني بالمناسبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الجاه وقال لي يا رسول الله يعني أنا بزني، وبالنسبة لي حكاية محبوبة، قال لي أترضى أن يذنى بأمك؟ قال له لا. كيف ترضى الكلام ده في بنات الناس الآخرين؟ هل ترضى إذا ده تسرق أنت كيف ترضى الناس ما تسرق منك؟ ما يجوز. فالإنسان دائما يبدل الحاجة، يقلبها رأسا على عقب، upside down، يسأل نفسه: هل أنا بقبل الغش إذا ندت عمل حاجة حرام في إنسان آخر؟ هل أنا بقبلها لنفسي؟ ما بقبلها. فلذلك يا أختي الكلام ده كله ناتج من الجهل. الجالية المهاجرة من أكبر مشاكل جهلها، عندها فقدين: الفقد الأول فقد العلم نفسه، والفقد الثاني الكلشر. العايش في السودان بالمناسبة حتى لو كان ما في علم، the culture is taking you. تجد الناس في الحي جيدوا يصلي جيدوا ما يصلي أوكي؟ لكن سبحان الله في المعاملات جيدوا كبير جدا منهم بينظر اللي بيصلي ويأخذ معه طوالي. أدي أحسن مثال في بيت البكا مثلا، يجوا الناس كلهم يعزوا الإنسان
أوكي، الفقد له يعني والدة أو والد، ويرفع يدين ويسأل الله سبحانه وتعالى. أوكي، يجي واحد ولا مثلا بيصلي طوال يرفع يده، ليه؟ لأنه رأى الآخرين رفعوا أيديهم. ومن أجمل القصص صيدي في أمن نميري، كان في حاجة يسموها تجارة الشنطة، بيحكي لي واحد مسؤول في المطار قال لي سبحان الله قررنا نمشي، دي قصة صحيحة بالمناسبة، نمشي عمرة. الأخ ده موجود الآن، قال لي كلنا قلنا نمشي عمرة، فواحد معاهم لا بصلي لا بصوم لا شيء، ما بيعرف الدين كثير، درس في مدرسة يعني علمانية وما تعلم الصلاة ولا الصيام ولا أي شيء، وفي بيتهم ما في كلام لنا. تمشي معنا؟ وطبعا عارفينه، قال بمشي معاكم. مشوا عملوا عمرة وداروا المدينة، في زيارتهم للمدينة بعد ما وقفوا أمام المواجهة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الروضة صلوا ركعتين وبس بيتابعون ولا حافظ أي حاجة. بعد ما انتهوا جلسوا في الروضة وقام وقف على حيله. ماشي وين يا فلان؟ قالوا ماشي أزور قبر جبريل عليه السلام. فطوالي ما سكوش أقعد. هو افتكر أن جبريل ده رجل كان بيجيب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ومدفون، وإنسان عظيم يمشي يزور قبره فيه. ما يدري حتى أن جبريل ملك. فهذا من الجهل. الإنسان إذا كان جاهل يرتكب أشياء خطيرة. أنا أفتكر معظم الشباب والشابات دخلوا البلد دي وارتكبوا جرائم كبيرة، والله نسبة لجهلهم، لأنه الندم بعد ما حدث الكلام ده واضح في وجوههم، واضح في معاملتهم. بعضهم يرى الكلام ده في أولاده في بيته، لأنه الفشل في القدوة لابد أن ينعكس في الأطفال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يزنى الزاني ولو في جدار بيته. اللي بيعمل الشر في الناس بيدعمل فيه الشر، لأنك أنت ما بتعمل لرب جاهل أو ناسي أو لا يعلم أو لا يرى، وهو معكم أينما كنتم يسمع ويرى. الله معانا في كل لحظة، يسمع كلامنا يرى أفعالنا. فإذا ربينا أولادنا التربية دي، أنا أعرف أسر كثيرة ما شاء الله ربوا أولادهم، والله أنا أعرف أولاد من كل الجنسيات المسلمة العربية نشأوا في البلد دي أحسن تربية، لا غشوا لا كذبوا لا عندهم بوي فريند لا جيل فريند، لا عملوا أي حرام، ودخلوا الجامعات وجابوا فرس أونر وزوجوا وولدوا. أنا درستهم ودرست أولادهم كمان. ديل لو أخذتهم المملكة العربية السعودية لمكة أو المدينة تجدي ما في أطفال زيهم، مع أنه تربوا هنا في بؤرة بالنسبة لنا في أشياء كثيرة خطأ. لكن اللي فشلوا في التربية لأنهم يا إما غلظوا على أولادهم، شدوا على أولادهم شديد فكسروهم، يا إما لينوا معاهم شديد فبوظوهم. وخير الأمور أواسطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا من كلامك ده وشفنا اللي بيحصل في المجتمع بذات المصري السوداني، نجد أننا إحنا شعب كنا سبحان الله يعني يضربين المثل في الصدق والأمانة. إن عدمت الحاجتين دي، أسنى الآن بقول لأولادي دائما إذا مشينا مثلا إجي والرود في لندن، إجي والرود ده يا أختي، أنا كنت أفتح دكان في 1985 ما كان فيه ده، قلت له هذا شارع ميت، لأنه العرب كانوا في إيرلس كورت، كانت كل الدكاكين والأكل الحلال. ففتحت دكاني في أوكسفورد ستريت، كان حاجة كبيرة جدا في الزمن ده. أجي والرود الآن اتفتح، يعرف بأنه شارع العرب وشارع المسلمين والحلال، لكن في أشياء لا تجوز. إذا شافوها أولادنا وإحنا رضيناها وقبلناها، فيها العكس، فيه المخدرات، فيه الأشياء المشينة لأخلاق المسلمين. يعني ما يجوز نحن كمسلمين نرضى بالكلام ده لأولادنا. والله بيحكي لي رجل مسيحي قبطي قال لي شيخ بابكر، أنا جيت بريطانيا مهاجر لأنه كنت مظلوم، فلما جيت هنا وعشت لما شفت أولاد المسيحيين أنا مباح لهم أنه يعملوا أشياء كثيرة حرام، خفت على أولادي. قال لي شعرت بأنه تربيتي في مصر والسودان لأولادي كانت ما شاء الله، لأنه كنا مجتمع واحد متباني متماسك، أخلاق واحدة، ديننا هو أخلاقنا. لكن قال لي هنا لا. قال لي وانت جيني البيت تقول لي بابا يعني I want to bring my boyfriend، ما عندنا كلام ده، احنا في ديننا ايه الكلام ده، عاوز تتزوجي وتزوجك له، وده مسيحي قبطي الله يطرحه بالخير. كنا نجلس نتكلم ساعات طويلة. قال لي يا شيخ كما ذكرت انت في كلامك انه الكلام ده كله يعتمد على التربية، والدين هو الأخلاق.
لو بعدنا من تربية أولادنا وتربيتهم على الأخلاق وتفكرنا في أنه يعني ينجحوا أكاديميا ويشتروا عربات ويبنوا بيوت وفشلوا، أنا داير أبني إنسان ذو خلق قبل أن يكون إنسان أكاديمي مشهور، لأنه الأكاديمي مشهور وبيغش هذا ما رجل علم. شكرا شيخ بابكر. لاست بوينت بس انا هذكرها لك ودايركت تتكلم لنا عنها، اللي هو مفترض جبال كنت احكي عنها لكن سكوت اوبورتيونيتي انك تتكلم لنا فيها من الناحيه الدينيه اللي بتفيد الشباب، اللي هي الحته بتاعت العزله بتاعت الشباب. يعني ريسنتلي بيجوا كميه من الشباب لو من كل الجاليات، يعني الجنسيات ما بنقول السودانيه ولا المصريه فقط، كم هائل بيجا في isolation، عايشين في isolation اللي هي دي ذاتها بتخليهم يعيشوا في deviation behavior دي تحصل له، الانحراف السلوكي ده. فالعزله دي انا دايره دايركت توضح لنا بعض البوينت كده والنقاط الدينيه، يعني انه هم ممكن يستفيدوا منها في شنو قعدات الكوشين الطول الوقت او الرمتله اللي بيكونوا قاعدين فيها. فدايرين نعرف بس من الحته دي الانتجريشن ليهم وسط الاسر او الكوميونيتيز بتاعتهم، والتصرف مثلا يكون التفكير المفترض التفكير الديني مثلا او اللجوء للترابط الاسري ذات. نحن بنناشد الاسر انه الناس ما ترفض الشباب دي اللي يخلوهم كده، فيا ريت تذكر لنا النقطه دي في ضمان. اقول لك كلام سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما انا ذكرت قبل منك، يعني شوفي سبحان الله، يعني الامام الغزالي وعاش سنين طويله مضت بين نفس الكلام اللي بتقوليه تدسم، فأتي خطر لي حديث وذكره يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوكي؟ وبين فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالي ويرتفع إليه التالي. ده يعني كلام خير الأمور أواسطها، إنما أمتكم أمة وسطة. بالنسبة للشباب والعزلة، إذا كان في خطأ أنا حتى الآن ما بلوم الشباب، أنا بلوم الأسر، بلوم الآباء، بلوم الأمهات، بلوم الجاليات. لابد أن نبني لهم الشيء الآخر، الألترناتيفز. يعني أنت ما داري ولدك يختلط مع الشباب الفاسدين، ما عاوز يدخل البار، ما عاوز يمشي يعني أماكن فيها مخدرات، طيب يمشي وين؟ أنت جبته وعيشته في بريطانيا، لابد تخلق له ألترناتيف. الألترناتيف لابد ما تكون محل استولته المسجد. ما خلق الإنسان مثلا يعيش في المسجد؟ الدين يا أخوانا ليس العبادة فقط، الدين المعاملة والدين العبادة، المعاملة ما بينك وبين الخلق، ونحن نسميها horizontal relationship. أما العبادة ما بينك وبين الله، بيان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بطريقة ميسرة، وسبحان الله ربنا جعلها حتى كانت يعني محسوسة. جاء رجل يلبس ثياب بيض، تعرف الحديث، جبريل عليه السلام دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحر، ما في عليه عرق وثيابه نظيفة، وجلس وبرك ركبتينه على ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، واضع يدينه على فخذينه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ قال لي أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ده وبالتجربة العملية الواضحة مع الصحابة بيّن لنا أنه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هذا بينك وبين الله. صليت ما صليت، صمت ما صمت، إلا والدك ووالدتك ومعلمك ممكن يسألك من ذلك، دي علاقة خاصة. أما المعاملة العامة، أنت مسؤول أمام المجتمع في الطريق، في الأماكن الاجتماعية العامة، في الأسواق، في الميادين، مسؤول أمام القانون والبوليس. إذا ولدك ولا بنتك طلعت في الشارع وأخطأت والبوليس وقفوا وسألوا، نعم له الحق يسألوا، لأنه دي مكان عام، الشريعة مربوطة بالشارع، الشارع ما لي أنا فقط، لكل الناس. الشريعة بتسألك في بيتك عملت شنو، لو ارتكبت ألف حرام في بيتك ما في حد يسألك، بينك وبين نفسك، لكن في الشارع لأنه الشارع ليس مخلك. فلذلك أنا بطلب من الجاليات أنه تبني للشباب والشابات حاجة يعني تبني لهم حياتهم، an alternative، أوكي؟ حاجة غير الموجود احنا مانعين منه شبابنا. انا اتمنى والله، دي امنيتي، انا عملت حاجة تميتها رومي سكيف، وان شاء الله تزوروها وشوفوها، يعني للشباب والشابات والكبار والصغار فيها كل شيء. لكن امنيتي انه واحد عنده
معرفة، عنده مقدرة، يجمع أن ما بالمناسبة الفلوس ما هي كل شيء، بس المعرفة. محل كبير لك وير هاوس وتبني فيه مطاعم صغيرة، أوكي، يعني بيرجرز ومعارف رابس وطيفة كل المقرم صغيرة، ومحلات لعب للأطفال، محلات لعب للكبار، والسينما وسوبر ماركتس في محل واحد، وباسكت بول والتنس معارفة وحواس سباحة. تخيلي يجي الشباب يدخلوا مع أمهات الوطن، كل واحد يعمل حاجته، في نهاية اليوم يطلعوا بعض مطاعم يأكلوا فيها. لا بد من بناء الألترناتيف للشباب. لو ما عملنا كده هنكون فشلنا، لكن إذا ربيناهم بالموجود يعني في كل الناس المسلمين وغير المسلمين دين، لا بد أن نبين لهم الصح من الخطأ والحلال من الحرام، لأنه لو تركناهم لنفسهم هم ملائكة، هم بشر هيخطئوا، لكن كل إنسان خطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن إذا أخطأوا الأخطاء الكبيرة اللي بتكون لهم مرسومة لهم في يعني سيرتهم الذاتية، بعدين ما يقدروا يدخلوا الجامعات، ما يقدروا يدرسوا الدراسات العليا، ما يقدروا يدخلوا في الوظائف العالية، تبقى مصيبة. من أجرم في حقهم؟ نحن أجرمنا في حقهم. فأنا أتمنى أنه الجاليات، يعني ليست السودانية فقط المصدر المتغطي، كل الجاليات تعمل مع بعض. نأخذ مثلا من الجاليات الموجودة، من أحسن الجاليات اللي بتعمل عمل جميل مثل هذا اليهود. كثير من المجالات سبحان الله بنوا في شيرلودن فروغنال جنبها أجمل مركز فيه كل شيء للشباب والشابات والأسر اليهودية. هؤلاء الناس لما سمعوا كلامي أنا نعمل حاجة مع شبابنا وكده كالتيرناتيف، بعملوا الكلام ده ودعوني وتكلمت في مركزات، قلت يا إخواننا فكرتي سرقتوها، لأنه عندنا المقدرة وعندنا المادة، قدروا بسرعة شديدة جدا اشتروا وصرفوا قريب 10 مليون جنيه استرليني. لكن الآن الأسرة تمشي، الأم ممكن تكون في الهير دريسز، الوالد يكون في الشوبينج، الأطفال يكونوا مثلا عند السينما. It's beautiful، لكن فيها كل عادات وتقاليد مبنية على كتاب التوراة. ما مس يعني يهود متشددين ولا يهود متلينين، إذا middle of the road، وسط. فإحنا المسلمين عندنا خير كتير، فهذا الله سبحانه وتعالى أن يشمل. نعم، النقطة بتاعت الانتماء، أنت بتناقش هنا النقطة بتاعت الانتماء، بنناقش النقطة بتاعت الانتماء مش كده؟ نعم نعم، الانتماء للثقافة. نعم، احنا يعني لابد بلدك والثقافة الإسلامية لابد. ما أنا قصدش أنه يعني في ناس يقول لك يا أخي خاص من الغرب هنا، يقول لك يا أخي you are not training your children properly because you are not integrating with the community. Okay. No, we are integrated. We are going to school. We are traveling in the same transport. We are living in the same areas. We are buying from the same shops. لكن we are not simulating ourselves to be like you. We don't go to the pubs. We don't go to the bars. This is where our children, then they'll find themselves in a position. بيسألوا نفسهم, Dad, Mom, يعني what am I going to do? فلو قام الطفل قفل نفسه في بيته في حجرته، الخايب عليه أنه من الشارع يخربوا أو يبوظوا، هو عنده في اللابتوب حقه أو عنده في الآيفون ممكن في حجرته، وما شاء الله الخراب الموجود في الأشياء دي أكبر ما هو في الشارع. أشياء تبوظ الشباب تبويظ شديد، يعني ممكن مرات يتعاملوا مع ناس هم بتاعنا الغش دي يعلمون أشياء يبوظوهم. أنا والله العظيم أذكر في مرة من المرات أحد الإخوة كان بيسمع في محاضرة لي، يعني قرب يبكي، رجل كبير مهندس، قال لي مصري، قال لي شيخ بابكر أنا كنت عند رجل عملت له شغل، أنا ما أعرف الرجل ده مين، طلب مني أجيه في البيت في شقة عالية في أجي والرود الساعة يعني بعد الساعة 10 مساء عشان يعني أخذ فلوسي. فقال لي مشيت تأخرت شوية، كان تشغل هو مهندس بتاع كهرباء، قال لي من جيت في العمارة كانت الساعة قريب 12 وقت يعني متأخر جدا. فقال لي أنا في الأسانسير لما فتح طلعت بنت صغيرة عمرها 16-17 سنة بيعرفها وبيعرف أبوها وأنا أعرفه شخصيا، لكن ربنا إن شاء الله يسترنا وياهم، ومشت سلمت عليه ومشت طوالي. قال لي طلعت فوق لقيت الشاب ده شاب يعني عربي من دولة عربية، قال له يا مهندس يا معلش هنا يا أخي، قال له كيف أحوالك أجلس هنا؟ فقال لي ها كيف قضيت الليلة
قال له انا كنت شغال وانا اسف جيت متاخر. قام سأله قال لي يا فلان انت كيف كنت ليله؟ قال له والله يا اخي انا الحمد لله قضيت ليله ممتعه كانت معي بشابه صغيره هنا قبل شويه. شابه من اي بلد؟ فقام ذكر البلد، طالع يعرف البيت اللي نزلت هذه. فجاني يبكي قال لي انا اعرف ابوها اعرف اهلها، كيف يا خلاص طلعت في الزمن زي ده تمشي للرجل زي ده؟ ده رجل بطال، ده رجل رديء. يعني الانسان يجي بنته شايله لها تليفون ثمنه 300 400 500 جنيه ما يسالها من فين جبت التليفون هذا؟ شايله لها شنطه ثمنها 1000 جنيه استرليني، من اين لك هذا؟ هذه الاشياء كلها مهمه يا اخواننا. الغش ليس بس من الناس اللي بياخذوا فلوس من البنوك، لا، الغش من الاشياء البسيطه الصغيره هذه. فالاختلاط اوكي وين وي توك اباوت ات، انه نحن المفروض نتكلم اختلاطنا نحن كمسلمين مع بعضنا البعض، لابد ان يكون في تقارب، نختار الناس الطيبين. قالوا الصحبه هي اساس كل شيء. ما عرف الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه الاخوه اعلى درجه، ما قالوا يا اخوان النبي، قالوا اصحاب النبي لانه صحبوه. فالصحابي يعني معك في كل لحظه، اخوك ممكن يكون معك او يكون معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتقت الى اخواني. قال الصحابه يا رسول الله ألسنا اخوانك؟ قال لا بل انتم اصحابي، انما اخواني قوم ياتون من بعدي، يود احدهم لو يراني بماله ونفسه وكل ما يمتلك. الواحد يقدم كل حاجه عنده بس عشان يشوف نظره للنبي صلى الله عليه وسلم. ديل المتاخرين، ونتمنى نكون منهم ان شاء الله. فنظر الله كلامي هذا يعني يبين شيء بسيط من اشياء كثيره ممكن تقال ان شاء الله. اخونا عبد السلام كان عنده حاجه. هيا عبد السلام. سوري، ممكن يعني في very briefly لأنه اتأخرنا شديد على الناس. في ناس يقول لك لا تعالى ما بيضرب بالسوشيال بنفيتس وكده، وشغال أسود وشغال عندهم كل ألوان الطيف طبعا في الشغل، يقول لك أنا شغال أسود وباخد بني وباخد يعني أشياء كده. فسرقة المال العام أخطر من أخطر من الخاص. يعني أنا لو سرقت منك بجر يقول لها اسمع دي قروشك وسامحني تسامحني، لكن لما تسرق من الببليك بيرس دي مشكلة أكبر، وما في أي طريقة بتاع التسامح مع الـ مع الـ مع زول مع الببليك بوديز. يعني فممكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أذكره هسه ولا أريد أفتي في حضرتك، فممكن توضح لنا في بريفلي عن الفرق بين السرقة من الخاص والعام. سوري. الله أكبر، سبحان الله. شوف خليها بس السرقة، يعني حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار، لعن الله الراشي والمرتشي. لما جاء الصحابي اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الزكاة، وجاء رجع للنبي صلى الله عليه وسلم عنده سبحان الله يعني كميتين من الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما هذا؟ أليس كان من الخير أن تجمعهم؟ قال يا رسول الله هذا لي بل هذا لكم، هذا لي بل هذا لكم. فالكلام ده أنه هو أنا مشى والناس اللي بيدوه الزكاة عرفوا أن الرجل ده ممكن يخفف عليهم شوية، اختاروا أسمن الغنم وعطوها له هو شخصيا، أما الهزيلة وعدد كبير أدوها للنبي صلى الله عليه وسلم للناس. فالنبي بيّن من الكلام ده أنه سرقة المال العام ما بتضرك أنت بس أو الشخص اللي سرقت منه، دي بتضر المجتمع عامة. الإنسان اللي بيسرق المال العام ده إنسان في المجتمع خصيص، لأنه ما فيهم أنه في مسؤول. أما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل عن أطفال في مدارس، عن مرضى في مستشفيات، عن إنسان يحتاج أن يعيش في بيوت ما عندهم حق المعيشة، من البيعول الناس دي بيدعو لهم الدولة. الغش في المال العام، انظروا إلى بريطانيا الآن، تجد أنه إنسان كبير امرأة كبيرة إنجليزي مثلا أو رجل إنجليزي أوكي، ما يرضى يقدم ياخذ بنفيت من الحكومة ما دام هو عنده حتى لو قليل من المال يعيش به. لو سألته قلت له ليه؟ Because the benefit is not just for me. There are people who are more needy than myself. في ناس محتاجين أكثر مني أنا، فلا بد أن نقدم لهم. فلذلك أنا أشعر مجتمعنا الإسلامي لو ظلم نفسه في هذا البلد، الظلم الأكبر كان في خيانته للمال العام. المفروض هو يكون أحسن الناس في صيانته أو المحافظة عليه، لأنه ده لكل إنسان مضطر أو محتاج. الهاوسين بنفيت يا مولانا
للمحتاج ليها، السوشيال بنفيت للمحتاج ليها، في هنا المريض، في هنا ما يستطيع يشتغل، في هنا الانسان. والله انا اعرف شباب يا مولانا، الواحد تلقى سايق عربيته وقوي ومتين، وعربيته احسن عربيه وتمنى من اكبر يعني الاسعار، لكن اول من وقف طلع له شهاده للعجزه وخدتها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، هذا لا يجوز في الاسلام. ليه؟ لانك انت لما تعمل الكلام ده قدام اولادك، اولادك فكروا انه ده جزء من الإسلام. بعض الاباء يبرروا لاولادهم دي بلد غير مسلمه، ايش فيها مشروع؟ ما مشروع، كمان ذكرت في الحديث قبيل. صحيح. والله للاسف في 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 مواقع بتاع تواصل يعني علنا يقول لك انا شغال اسود وداري اجيب زوجتي وما معلن ان انا شغال وباخذ بنفيت وباخذ. يا اخوان اقول لهم انتم بترتكبوا جريمه كده، ما 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 تفصحوا عن الاشياء اللي انتم بتعملوها، ويعني اذا ابتليتم فاستتروا. لكن للاسف ايوه للاسف هم بيعلنوها علنا وبيسرقوا وبياكلوا السحت للاسف يعني. غلط والله. لما اسلم الاطاله وادعوا علينا وعشان نختم ان شاء الله. الله يفتح عليكم ان شاء الله، جزاكم الله خير وجزال اكبر ان شاء الله يوم القيامه لكل من شارك، وخاصة للدكتور علام لمثابرته ومجاهدته لجمع الناس. إن شاء الله ربنا يجعل هذا المنبر منبرا يعني ينتفع فيه الناس، مسلما كان أم غير مسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله أجمعين. يا الله يا مستعان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، دمحينا ولا معنا ولا منا شر ولا محروما. اللهم اجعلنا كل المسلمين خير الجزاء، اللهم اجعلنا كل المسلمين خير الجزاء، اللهم اجعلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجعل اللهم عنا والدينا خير الجزاء، واجعل اللهم عنا معلمينا خير الجزاء، واجعل اللهم عنا مشايخنا خير الجزاء. ونسألك اللهم يا الله يا الله يا الله أن تزدنا علما وتجعلنا من عبيدك الراشدين. ربي زدنا علما وزدنا فهما واجعلنا من عبيدك الراشدين. يا رب زدنا علما وزدنا فهما واجعلنا من الراشدين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ولموتنا وموتى المسلمين، وخاصة كل من هم يقومون بالواجب في هذه الأيام لحماية البشر في أي مجال كان. يا ربي خفف عليهم، يا ربي اشفهم، يا ربي عافيهم، يا ربي استرهم وانصرهم وأسرهم يا كريم. الأموات ربي اغفر لهم وارحمهم وعلم غاياتهم في الجنة، والأحياء امد في أيامهم في طاعتك يا كريم. نسألك اللهم الحسنى وزيادة، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم. شكرا لك يا شيخ بابكر، وشكرا لكم كلكم يعني حقيقة. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن فيه هم لا غم فقط نسى